العصبي. جنرال انستيزيا احنا نعرف انه هو التخدير العام، وعندنا نوع ثاني من الانستيزيا اللي هو يسمونه باللوكال انستيزيا. فالتخدير العام انه كل الجسم راح يكون تحت سيطرة العلاج اللي هو الدبريشن، لكن اللوكال انستيزيا ضمن منطقة العمل ممكن نحقن مادة علاجية تقطع الإحاسات العصبية ضمن المنطقة المحددة. لكن الجنرال انستيزيا شنو تعريفها؟ is a reversible state of central nervous system of the depression causing loss of the response to and any stimuli for patients undergoing surgical or medical procedure. واضح؟ يعني هنا هي حالة irreversible، العفو reversible يعني راجعة، يعني بعد ما ينتهي مفعول العلاج راح شنو؟ يرجع الجسم إلى حركاته الطبيعية. Of the central nervous system causing loss of the response. ليش loss of the response to the any stimuli؟ يعني راح يسبب cutting لنقل الإعازات العصبية الأفرنت والإفرنت. For patient undergo surgical operation. أكيد يعني أنا لما نستخدم التخدير العام أكيد للجنرال surgical operation. Stage of the anesthesia. هنا طبعا اكو سؤال دائما هو يتوارد في حالات الجنرال انستيزيا، انه ليش احنا نعرف انه جهاز او العلاج اللي يدخل للتخدير للسي ان اس انه ينقل اعازات عصبية مثبطة لكل انحاء الجسم، زين ليش ما راح يتخدر القلب او يعني الريسبيراتوري سيستم؟ يعني ليش ما يصير لديبرشن حالة حال بقية أعضاء الجسم؟ أيضا هذا سؤال لكم، ممكن أنه تجاوبونا بملاحظة صغيرة بداخل الفيديو أو عن طريق التليجرام، يعني شوية يصير عصب ذهني لكم حتى تتوسعون بالمادة. Stage of the anesthesia مراحل التخدير، عندنا ثلاث مراحل نستخدمها بالتخدير حتى يدخل الديب سليب البيشنت، اللي هي حالة الانديكيشن او يسمونها بالاندكشن، وذا اي بي ايجنت بروسيجر بروديوسينج انكونشوس ان ذا 30-40 سكند لايك بروبوفول. فدائما الاندكشن نستخدم له اي بي ايجنت، علاجات وريدية تعطيني تخدير خلال 30-40 ثانية. مثل ايش؟ مثل البروبوفول. مينتنس اوف ذا انستيزيا، بعد ما يدخل مرحلة التخدير البدائي لازم احافظ على هذا التخدير اللي صار عندي، فيسمونها مينتنس، يعني هنا شنو؟ احافظ على الجرعة الموجودة داخل الجسم، لان يعني احنا نعرف انه العلاج اقل ما يدخل لمرحلة الديستريبيوشن راح يتحول للإكسكريشن، يبدي يقل الهالف لايف مالته، فأنا لازم شنو؟ أحط جرعة ثانية حتى أخليه تحت سيطرة الأنستيزيا. بالانس أماونت أوف دراج إنهيلر أور إنفيوجن وذ ذا ديبث أوف ذا أنستيزيا. هنا يا إما تكون إنجكشن يا إما تكون شنو؟ إنهيلر، يعني عن طريق الاستنشاق. حتى شنو يدخل فيه الدبث انستيزيا تخدير العميق. بعد ما اخلص من العملية الجراحية اعطي علاجات يسمونها للافاقة ريكفري بوست اوبراتيفلي از وذ ذا دراول انستيتيك ايجنت اند ذا بيشنت از مونيتور، يعني حتى اسيطر على حالة الانستيزيا، لان احنا نعرف انه التخدير العام اذا استمر لأطول فترة ممكنة راح يسبب شنو؟ توقف الجهاز التنفسي، يسبب له الكوما الغيبوبة أو يسبب له الديث. فلازم احنا مجرد ما نخلص من العملية الجراحية رأسا حتى وإن كان بعد مفعول التخدير ما نخلص نطيع علاجات معاكسة يسمونها بالريكفري. واضح؟ فإذا ثلاث مراحل للأنستيزيا اللي هي الاندكشن والمينتنس والريكفري. طبعا اكو مرحلة هي يسمونها بالبري انستيزيا، يعني قبل الاندكشن، وراح ناخذها بالاخير، يعني قبل التخدير، بس هي ما داخلة من ضمن التخدير.
مجرد انه شنو تهيئة. فاذا من اقول لك عدد لي مراحل التخدير تذكر لي بس ذني. Type of the general anesthesia، انواع العلاجات المخدرة اللي هي inhalation anesthetic، وتشمل طبعا اكيد ما دام تكون inhaler لازم تكون بالحالة الغازية. Gases are used. Primary for maintenance of anesthetic after administration of an IV agent. يعني هنا نستخدمها فقط للmaintenance anesthetic بعد ما نعطي التخدير البدائي عن طريق الوريد. تشمل شنو؟ nitrous oxide والhalogenated hydrocarbon. الهالوثام is a potential anesthetic but a relative weak analgesia. Thus is usually co-administrated with the nitrous oxide or local anesthesia. هنا ملاحظة كلش مهمة لازم ننتبه لها. احنا قلنا هسه الهالوثام اللي هو احد انواع العلاجات المخدرة عن طريق الاستنشاق. مو احنا من اهم خصائص الانستيزيا لازم تكون عندنا مرحلتين اللي هي مرحلة الانستيزيا ومرحلة الانالجيسيا. شنو الفرق بيناتهم؟ الانستيزيا هو فقدان للوعي، والانالجيسيا هو فقدان للاحساس للالم اثناء العملية. فطبيعة هذا العلاج انه مخدر قوي لكن مسكن ضعيف. يعني انت من تريد تخدر بيشنت على مود تشتغل لعملية جراحية لازم تفقده للوعي، بس ممكن تفقده للوعي لكن تعطيه وقزة بالدبوس او اي مشرط، يعني الادوات الجراحية راح ممكن يفيق بسبب شنو؟ تحفيز اما للاعصاب المخصصة لنقل الالام. فهنا لازم شنو العلاج هذا اللي انت اعطيته اياه مخدر؟ لازم يكون مخدر ومسكن او قاطع للالم. فهنا الهالوثان هو بطبيعته مخدر قوي لكن مسكن ضعيف، لذلك هو ما يستخدم وحده، يستخدم علاج ثانوي co-administered with شنو؟ nitrous oxide اللي هو هنا راح يكون عكسه. فاثنين هنمنين مزجا سوا راح يطلع نتيجة حسنة اللي هو مسكن قوي ومخدر قوي. adverse effect bradycardia and arrhythmia. لأن كل العلاجات التخدير العام يشتركن بهم اللي هي البراديكارديا والأرثمية. فإذا النيتروس أوكسايد اللي هو نون أرثنتين بوتنشال أنالجيسيك بوت ويك جنرال أنستيزيا، يعني هنا شنو هو؟ مسكن قوي لكن مخدر ضعيف. فنعطيهن ذني سوى هذا واحد عكس الثاني راح يطلع حالة تخدير عميقة. Intravenous anesthetic IV anesthesia causes rapid induction. IV anesthetic may be used as sole agent for short procedure, administrated as the infusion to help maintain anesthesia during long cases include اللي هي البروبوفول وبعد عندنا علاجات أخرى. فإذا شنو مواصفات أو خصائص الـ IV anesthesia؟ أنه يسبب لي rapid induction، لذلك هم يعطونها ببداية التخدير. الـ IV anesthesia as the sole agent، يعني شنو؟ مصدر الرئيسي للشورت البروسيجر للـ anesthesia، يعني بحالات العمليات الصغرى. administrated as the infusion، ما نعطي مباشرة بالوريد، لازم عن طريق شنو؟ عن طريق المغذي infusion to help maintenance، وأيضا كذلك في حالات شنو؟ المحافظة على التخدير، نظل نحقن بداخل المغذي اللي هو أثناء العملية الجراحية. مثال عليها اللي هو البروبوفول IV sedative hypnotic used for the induction and or maintenance of the anesthesia. Onset فعل مالته induction is the smooth and occur 30 to 40 seconds after administration. واضح؟
النوع الثاني من العلاجات اللي هي تكون انجكشن، اللي هي الباربيتوريت، وقلنا لازم ناخذ المفعول اللي هو اللونج ديوريشن هاي ليبيد سوليوبيليتي، خصائص العالية انه يكون ليبيد سوليوبيليتي، it is potent anesthetic but a weak analgesic. Benzodiazepine are used in the cautions or conjugation with the anesthetic for sedation. The most commonly used is diazepam and lorazepam. واضح؟ يعني هنا الباربيتوريت نستخدم للجرعات العالية حتى يدخل بعملية الديب انستيزيا. البنزوديازيبين ما يستخدم كتخدير رئيسي، وإنما شنو كونجيكيشن مساعد، ويعمل وي علاجات الأخرى، فهو يسبب لي شنو حالة السديشن، حالة النعاس أو التهدئة. The most commonly used منهن نستخدمهن دائما الحالات الجنرال أنستيزيا اللي هو ديازيبام أو اللاروزيبام. البري أنستيتيك اللي حكينا عنها ميديكيشن اللي هو الانتي اسيد، انتي كولينرجيك اللي هو الاتروبين قلنا، الانتي ايميتيك مضادات التقيؤ، وانتي هيستامين اللي هي مضادات زيادة الاتش 1 والاتش 2 اللي هي تشتغل عليها الريسبترات بسبب حالة الفير، البنزوديازيبينز والاوبييد. لكن الاوبييد هنا شنو نعطيها بجرعة قليلة، يعني مثلا الترامال المورفين وغيرها نعطيها بجرعة قليلة، لان احنا مجرد هي بري انستيتيك مهدئة. دائما اللي يريد يدخل العملية الجراحية تكون عنده حالات تعصب، حالات فير، خوف وغيرها، فنعطيها هاي العلاجات مهدئة وليست مخدرة، اللي هي مضادات الحموضة، مضادات التقيؤ، مضادات الهستامين، البنزوديازيبين والانتيكولينرجيك.